بسم الله الرحمن الرحيم. يعتمد دور الأخصائي الاجتماعي في معاهد التعليم الخاص على استقبال الحالات المستجدة وعمل البحث الاجتماعي لها، ومن ثم الاجتماع مع اللجنة الفنية في هذه المعاهد لتحديد الصف الدراسي المناسب للحالة. أيضا يقوم الأخصائي الاجتماعي في بداية العام الدراسي باستقبال الطلاب المستجدين وتوجيههم إلى الفصول الدراسية، وعمل جولات معهم داخل المعهد لتعريفهم بالمرافق الموجودة في المعهد، وأيضا لترغيبهم في الدراسة داخل المعهد. كما أن الأخصائي الاجتماعي في معهد التعليم الخاص بشكل عام يقوم بتنظيم رحلات وأنشطة اجتماعية سواء داخل المعهد أو خارج المعهد في الحدائق العامة أو في حدائق الحيوان أو غيرها، مما ينعكس بالتالي على تعليم الطلاب سلوكيات وخبرات جديدة تضاف إلى خبراتهم السابقة. أيضا بالنسبة لدور الأخصائي الاجتماعي، متابعة الحالات التي تحول من المعهد إلى مكان آخر سواء للتأهيل المهني أو للتأهيل المهني معوقين أو للتأهيل المهني الشامل، وعمل دراسات لهم لمعرفة مدى التقدم الذي أحرزوه خلال تدريبهم في هذه المراكز. أيضا بالنسبة لدور الأخصائي الاجتماعي، الاتصال بالجهات الأخرى مثل المستشفيات وغيرها للأماكن، في الأماكن التي يكون للطلاب علاقة مباشرة بها. هذه نبذة مختصرة عن دور الأخصائي الاجتماعي في معاهد التعليم الخاص بشكل عام، سواء التربية الفكرية أو الصم والبكم أو معاهد المكوفين.